المفارقات في الجزائر هو أن اليوم رأس المال الوطني 85% منه بين أيادي الخواص، ولكن مع الأسف المال المتداول في الميدان الاقتصادي والتجاري والتبادلي هو لحد الآن ما يقارب 92% مال عام. وهذا الخليط بين المال العام والاقتصاد الخاص هو اللي اجعل الرقابة والقضاء وانحرافات إلى آخره. نتمنى إن شاء الله عن قريب باش القطاع الخاص الوطني والأجنبي والروسي صديق أن يبادروا بفتح بنوك خاصة لهم حتى يصبح الاقتصاد خاص حقيقة، مال خاص ومصانع خاصة إلى آخره. ما فيش ما بين الخواص، ما فيش انحرافات. روح نتفهم الآن، قال لك بين الخواص ما فيش انحرافات، روح نتفهم. في الجزائر القطاع الخاص 85% مسيطر على الاقتصاد، ولكن 90 إلى 92% من المال هو مال عام، وعلى الروس أن يجوا يفتحوا بنوك في الجزائر باش ما يعودش كاين. واش دخل الروس في المال الخاص والمال العام في الجزائر؟ ما دخل هذا في ذاك؟ واش يقول هذا؟ وبعدين الروس في الوقت اللي هي في عقوبات عالمية عليهم، كثير من الروس ما يقدروش يستخدموا لكارت بونكير نتاعهم، الأغلبية العظمى مش كثير في أي بلد الآن، مش فقط في البلدان الغربية، قليل بلدان اللي ما زالت لكارت بونكير تاع الروس تمشي. في هذاك الوقت تقول لهم روحوا افتحوا عندنا، في الوقت اللي فيه قائمة طويلة جدا من الأوليغارشيا الروس، على مش على فقط قائمة العقوبات، لو كان يحكمهم الغرب يعتقلوهم مباشرة وجمدوا لهم أموالهم، وكان اللي بعض منهم كان يملك الملايير من الدولارات بين عشية وضحاة ولا مش قادر يشي ساندويتش لأن جمدوا له كل شيء. بعض اللي فطنوا من البداية هربوا إلى دبي أو إلى اسطنبول. في هذا الوقت تقول للروس روحوا افتحوا عن وين يفتح عندك؟ راك رايح ثم وتقول لهم باللي راه كاين خلط وكاين القضاء وكاين مع فساد وكاين، راح يتكلم كمعارض لنظام الحكم. كون قالها معارض مقبولة، يصف وضع بلاده السيء يريد تغييره، لكن ترك رئيس الدولة يسمى برئيس الدولة، تروح تشكى عند الروس مثل ما راح بن صالح أنا ذاك، لكن أنا بن صالح راح يشكى من الشعب، انت راح تشكى من السيستم اللي انت على رأسه، النظام اللي راه على رأسه، النظام البنكي، النظام المالي، انت رأس الدولة، راح تشكى للروس تقول لهم كاين خلط بين المال العام والخاص وهذا أدى لمانيش عارف وإلى الفساد والقضاء وتزيد الروس في الوقت اللي محاصرين عالميا يجي يفتحوا لك بنوك في الجزائر، يعني خلوا البنوك والبلدان المتطورة وين كاين رقابة وين كاين ولا حتى وين كاين فساد، يخلوا دبي، يخلوا مثلا اسطنبول، يخلوا ويجوا عندك. واش يجوا يديروا الروس؟ هاي قلنا واش راح يجي يديروا الروس؟ ماذا سينتجون لنا الروس في الجزائر؟ روسيا تعتمد مثل الجزائر أساسا على البترول والغاز. اللي زايد على روسيا هي أن روسيا ثاني أكبر تاجر للسلاح في العالم، وتبيع القمح وعندها بعض مواد زراعية أيضا ماشية يعني. لكن إحنا الروس كون يجي وش يجي؟ كون جاوا الصين مثلا، كون جا هذا الكلام في الصين ممكن قال أرواح الصينيين أروح افتحوا لنا بنوك هنا واشتغلوا معنا وجيبوا لنا تكنولوجيا الصينية. كوريا الجنوبية ممكن، تركيا ممكن، إيطاليا ممكن، لكن الروس وفي هذه الظروف اللي هم محاصرين وغارقين يعني ينم عن جهل عن حمق هبال. زيد واش قال لهم؟ أنا عارف الكثير منكم لا يتحملونه لكن مضطرين.
اسمع هذه. إن التنمية حاليا سواء في الصناعة التحويلية، في الصناعة الغذائية، في الفلاحة، في الشركات الناشئة الستارت اب. بالنسبة للستارت اب كنا احنا بالتقريب الدولة الأخيرة في قارتنا الإفريقية. اليوم أصبحنا من الأوائل. ونطمح إلى ما يعني الشعب الجزائري هذا راه متحمل الجبال، لكن عندما يزيد يسمعوا يدير له قلق ويدير له غضب. كثيرين يكتبوا لي بلي كي يسمعوه شعرهم يوقف، يشعرون بأنه يخاطب في، وكانوا يخاطب في معاقين ذهنيا، وكانوا يتكلم على شعب آخر ولا على بلد آخر. قبلها بقليل كان يقول الخلوطة والمال العام والخاص وروح فتحوا لنا البنوك، هنا يقول لهم رانا احنا ولينا الأوائل في إفريقيا في ستارت اب، وقبل كنا متأخرين. طيب كي كنا متأخرين وين كنت انت؟ عندك 54 سنة وانت في الإدارة من 69، منها 30 سنة وزير أو وزير أول أو ما يسمى برئيس الجمهورية الآن. أين كنت؟ هل عندك اعتراض واحد الناس يسمعوه كاش نهار؟ ألم تكن تقول طول الوقت أنك مع تطبيق برنامج الرئيس، وأن والله يا برنامج الرئيس ما يتوقف في القطاع زعما اللي كنت فيه؟ وفي نفس الوقت الآن تقول بلي احنا الأوائل في إفريقيا في ستارت اب. دائما تسألنا هذا واش راه ياكل واش راه يشرب، يعني أي نوع من المخدرات هذه اللي راه ياكلها هذا السيد هذا؟ احنا رانا الأوائل في إفريقيا ستارت اب، البلاد قاطعين الانترنت وما زلت حتى نظن حتى الغدوة تزيد تقطع، مانيش عارف ان الغدوة قيل نهار الأخير في البكالوريا، على جال امتحان بسيط يجري في كل دول العالم قاطعين الانترنت على الناس، وتقول احنا عندنا الأول في ستارت اب؟ تقولها الآن في الوقت اللي قاطع فيه الانترنت على البكالوريا، وانت كنت زعمت بأن الانترنت لن تقطع في المستقبل، في 2020 قلتها. وين احنا الاوائل في ستارت اب؟ وين؟ اعطينا ستارت اب، اعطينا امثله تاع، موش هذا اللي درتوه تاع ستارت اب راه في السجن الوزير، لان زاد الهف هو ايضا. وين الاوائل؟ تتكلم عن الجزائر اللي الناس حاصله في شكاره الحليب، اللي الناس لما طاحت الامطار غرقت، ولا تتكلم على سويسرا ولا على السويد ولا حتى على رواندا؟ رواندا نعم راهي من الاوائل في ستارت اب، هذا صحيح، في ادغال افريقيا. دائما اتساءل هذا السيد، يعني هذا الكذب المرضي وين راح يتوقف؟